بصفر من النقاط يسعى المصريون كما التونسيون إلى افتتاح العداد. قبل ضربة البداية تكريم وعرفان لهرم بدأ مسيرته في معقل الدراويش وفيه أنهاها. حسني عبد الرب علق حذاءه وتفرغ لتشجيع الفريق من المدرجات التي طليت بلون أصفر. ياسين الشماخي كشف عن نوايا التونسيين باكرا حين أصاب قائمة الدراويش. تهديد مبكر أيقظ المضيف فرد بهز الشباك. بنسون شيلونغو ثبت سيف الدين شرفي في مرماه واضعا الإسماعيلي في المقدمة. أراد علي العابدي تعديل الأوضاع قبل انتصاف الشوط لكن رأسيته علت عارضة أحمد السيد. وكذلك فعل منوب الحداد من ركلة حرة أرسلها خارج الخشبات الثلاث. وصل الضيف التونسي بحثه إلى أن تحصل على ركلة جزاء. غازي العيادي من العلامة أعاد تكافؤ للمباراة. بدأ الإفريقي أكثر عزما على الانتصار. وهنا قدر حكم الخط عرقلة الشماخي داخل المنطقة. العيادي أعاد الكرة بنجاح. الضيف قلب الوضع لصالحه في 5 دقائق. ثم فجرت هذه اللقطة احتجاجات لاعبي والجماهير الإسماعيلي. هذه الأخيرة صبت جام غضبها على حكم الخط وأخرت انطلاق النصف الثاني ثم أوقفته بعد بدايته بثوان. استؤنف اللقاء بهذه الفرصة المحلية بيسرى طارق طه. على الجهة المقابلة منع أحمد السيد ياسين الشماخي من وأد كل أمر إسماعيلي في العودة. والعودة كاد يدونها عبد الرحمن محمد بيسراه. وبرأسه اقترب هنا الغاني بافور من التعديل دون أن يبلغه. لم يكتف الضيوف بالدفاع وتكفل الشماخي مجددا بحق الرد أمام المتألق أحمد السيد. واجه المضيف خصمه التونسي وعامل الوقت وجماهيره أيضا. وابل من المقذوفات أوقف المباراة مجددا في آخر دقائقها لنحو نصف الساعة في مشهد بات مألوفا في ملاعب إفريقيا. أخذ ورد قرر بعده الحكم الكاميروني نيو أليوم إيقاف اللقاء نهائيا ليخرج هو الآخر تحت رحمة القارورات. أما الإسماعيلي فتحت رحمة تقرير الحكم، فيما خرج الإفريقي أكبر الفائزين من مباراة لم يكتب لها أن تكتمل. الأجواء كانت مشحونة.